זוויידי תליהו. الله معكم. بيخبروا عن ثلاث نسوان راحوا على عين الضيعة ليملوا شرار. كانوا عم يتحدثوا مع بعض وكان في رجال ختيار قاعد على صخرة عم يسمع أحاديث. وكانوا النسوان الثلاثي عم يمتدحوا ولادن. بتقول الأولي: ابني صوته حلو كتير لدرجة أنه الكل بعيطوله بلبل الحي. بتقول التاني: ابني كتير سريع بالركض لدرجة بعيطوله غزال الحي. المرة التالتة بتقلن: أنا ابني ولد طيب مهذب ما عنده مزايا أهم من بقية الولاد. عبوا جرار ومشيوا صوب بيوتن، والرجال بدوره مشي معهن على الدرب. جرار المي كانوا تقال، النسوان قعدوا لا يرتاحوا. الختيار بشوف ثلاث شباب عم بيقربوا صوبن. الأول كان عم يركض بسرعة كتير قوية. بيقولوا النسوان: عن جد هالشاب أسرع من الغزال. التاني كان عم بيغني بصوت كتير حلو. بيقولوا: عن جد صوته أحلى من صوت البلبل، شو هالصوت الملائكي. الشاب التالت قرب اخد جرة المي حمل عن أمه ومشوا سوا صوب البيت. النسوان بيسألوا الختيار: شو رأيك بولادنا؟ بيقلن: بعتذر ما شفت إلا ابن واحد. زوادي بتقله وبتقلك: الرقة والحنان هن من أجمل صفات البنوة. نيالي ونيالك إذا تمتعنا فيهن منكون فعلا أبناء لأهل الأرض وأبناء لبينا يلي بالسماء. والله معكن. زوادة اليوم. ثلاث دقايق يومية صبح وعشية. زوادة اليوم من صوت المحبة.